السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة تانية من حالات السونار اللي غالبا بتشتكي بأكيوت أبدومين رايت أبر كوادرنت بين. نشوف مع بعض الحالة. أدلت أوكيز في ميل جاية للإي آر بأبدومينال بين مايلد. طالما البين بجاستريم أو رايت أبر كوادرنت لازم أسأل على اثنين سيمتومز تانيين، لازم الثلاثة دول نطمن موجودين مع بعض، اثنين منهم موجودين واحدة ولا لا and so on. بين هل معاه فيفر؟ اشمعنى؟ عشان نروح ناحية الكوليسيستايتس. هل معاه جوندس؟ اشمعنى؟ بيكون بليرو اوبستراكشن او كولانجايتس. فنسأل على الثلاثة دول مع بعض، او ايفن برضو الهيباتايتس سي معاه مال جونز. الريفيرنج كلينيشن قال استبعد لي الجول بلادر ستونز لان ما فيش فيفر وما فيش جوندس، هل دي جول بلادر ستونز ولا شويه جاستريتس؟ طيب بدانا السونار بتاعنا وعملنا الليفر اللي واضح جدا ان هو برايت، خلاص برايت ده غالبا فاتي. طيب ايه المعلومه الثانيه اللي انت بتجيبها من الليفر برين كمان؟ ان ما فيش دايليتد بيري راديكلز. ما انت حتى لو هتقول ان كوليسيستايتس من ضمن الكومبليكيشنز بتاعتها انها تضغط على السي بي دي وتقفلها، ان الستون تعدي منها وتقفل السي بي دي، يعني بيلياري دايلاتيشن. فالحمد لله الليفر برينكما ما فيهاش بيلياري دايلاتيشن. كملنا على الميد لاين، ادي الليفت لوب برضه ما فيهوش بيلياري دايلاتيشن، وادي البنكرياس ما فيش علامات بنكرياتيتس، ما هي من ضمن الاسباب برضه بتاع الاكيوت ابدومين الجاستريك بين او سنه رايت او سنه ليفت. حلو قوي، وده انا بس ما حطيتش صوره الدوبلر، كان باسكولار كويس يعني السبلينك بين والكونفلنس بتاع السوبيريوم ميزنتريك. انا مش شايف في الحته دي منطقه الهيد، بس طبعا لازم نخلي الفوكس على الحته دي. مش شايف بصراحه دايليتد انترا بنكرياتيك سي بي دي، ممتاز. يبقى الليفر برينكما كويسه والبنكرياس كويس، حلو قوي. الجول بلادر هل فيها ستونز؟ انا مش شايف لارج ستونز، وان كانت يعني الحته الصغيره دي ده ممكن يكون حته فولد صغير هارتمان سباوتش يعني وكده. طبعا لازم نانجل بقى يمين وشمال عشان نتاكد انها مش ستون. بس الجول بلادر ديستندد بوضوح، دي واصله 9 ولا 10 سنتي. مش قادر اقول انها لا عدت على الميكوسيل او دخلت مرحله الميكوسيل، لكنها ديستندد وده يتطلب ان انا ابحث كويس ايه سبب الديستنشن، لحسن يكون ستون مقفوله او محشوره في السيستك داكت. تمام. لا يكون في حاجه ضغط عليه اند سو اون. بس الول كويس، حلو جدا. مفيش مض، يعني مفيش ستيزس، ومفيش بوزيتيف ميرفي في العيان ده، حاجه غريبه. بس بصراحه لازم نكمل. نكمل يعني ايه؟ ما انت جبت الليفر وجبت البنكرياس وجبت الجول بلادر، طب ما كده حلو قوي. لا، من ضمن الحاجات اللي انت لازم تجيبها لازم تجيبها السي بي دي. بس قبل ما نخش في السي بي دي بفكركم بالرايت ابر كوادرنت بين، لازم الثلاثه سيمتومز دول نعرف نعمل لهم كوريليشن مع بعض. بين هل معاه فيفر؟ والفيفر ممكن تكون لو جريد، العيان يعني حاسس بيها بالعافيه. هل معاه جوندس؟ الجوندس ما تنتظرش انه يبقى فرانك جوندس، والا هيجي لك اصلا مبعوث من الكلينيشن جوندس، دور له على اوبستراكشن. لكن غالبا بيبقى تنج اوف جوندس، وممكن انت اول واحد بتكشفه لقيت حاجه يعني ترجح انها بيلير اوبستراكشن، نور نور الاوضه، خلي العيان يبص فوق وبص على السكليره بتاعته. الجوندس هيبدا الاول في السكليره قبل ما يبدا في السكن. وطبعا لو العيان جاي باللاب يبقى طبعا روعه، ليفر فانكشن الكالاين فوسفاتيز والدايركت بلوروبين اللي بيدينوت ان دي بيليري اوبستراكشن. نرجع للحاله بتاعتنا وقلنا لازم اي عيان نجيب فيه البنكرياس، لازم اي عيان رايت ابر كوادرنت بين تبص على السي بي دي. اذا انت فارد السي بي دي حلو قوي كده ليه؟ دي انت هتعملها مع الوقت، لازم تعرف تعمل تريسنج للسي بي دي. ثلاث حاجات في الابدومين انت لو بقيت متمكن في الابدومين هتعملهم بسهوله، وهي دي اللي بتقول لك انت خلاص فعلا شاطر في الابدومين، تقدر تشتغل برايفت ولا لا. تعرف تعمل تريسنج للسي بي دي، تعرف تعمل تريسنج لليوريتر، وتعرف تعمل تريسنج للابدومكس. الثلاثه دول محتاجه شويه سكيلز. طيب فردنا السي بي دي، واضح انها دايليتد شويه. طب دايليتد يعني كم ملي؟ حسب السن بتاع العيان.
طب هل السي بي دي هي اللي دايليتد ولا السي اتش دي اللي هي كومن هيباتيك؟ انا غالبا بقيس السي بي دي عند البورتا هيباتس، يعني هنا السي اتش دي دايليتد والسي بي دي برضه سنه دايليتد. تمام. السن بتاع العيان، يعني دي لو مثلا كانت 70 سنه بصراحه ممكن كل ده يعدي نورمال، وخصوصا انه سموث تابرنج اند باي ذا واي، يعني التيشو ده بنكرياتيك ما فيش مشكله فيه، مش ماس ولا حاجه. ده هنا تقريبا وصل البورتال فين ديامتر، ودي حاجه بترجح لي ان هو دايليتد سنه. تمام. دي مثلا كان غالبا ميدل ايج. طيب بس مع الدايليتيشن ده انت شفت ستون، ما يمكن كان في ستون وعدت، بس في ستون وعدت يبقى غالبا العين لازم يشتكي بسن جوندس مع البين. المهم ما ينفعش تتساهل مع الحاله دي، شرب العيان ميه، نيمه على جنبه يمين وشمال. اشمعنى انا عايز ابص على الجزء الاخير ده، هل في فعلا امباكتد ستون ولا لا؟ ما انا ممكن اخلص الفحص بدل ما اوديه ناحيه ام ار سي بي. تمام. طيب انجلت وغمقت ومش عارف ايه، فعلا ربنا وفقنا ولقينا فيه حته ستون وتايني شادو. طب لو ما لقيناش شادو هتبقى وورب؟ لا برضه ستون، سوفت ستون، ما فيش اي مشكله. المهم خلاص راوند ستراكشر موجوده، بس يا دكتور حواليها ما فيش ميورال إديمة كبيره. لا دي شكلها ممكن تبقى ريسنت ستون، لسه ما عملتش الميورال إديمة، عملت قفله كده بسيطه. تمام. ولسه هتعمل انترا هيباتيك، هي عملت الاكسترا هيباتيك دايليتيشن، لسه لو سبتها يوم ولا اتنين هتلاقي بقى الانترا هيباتيك، هتلاقي العيان جاي لك بجوندس. دي شكلها جاي هنا قريب. ايه تاني بيقول انها جايه هنا قريب؟ الحاجه دي يا ترى ايه هي الحاجه دي؟ لان في بعضنا هو ده الخط ده ايه، حاجات فاتحه على بعضيها. ايوه فعلا حاجات فاتحه على بعضيها يا جماعه، دي كده السيستيك داكت وهي فاتحه. تمام. في الكومن هيباتيك علشان تبقى كومن بايل داكت، يبقى دي كده الكومن هيباتيك داكت، ودي كده السيستيك داكت، ودي كده ستون وذين الكومن بايل داكت. ايه ده، هو احنا بنشوف السيستيك داكت قليل جدا لما بنشوفها، قليل، بس لو شفناها لا، دور على حاجه كانت قافلاها وعدت. اه فعلا اهي كانت قافلاها وعدت، يبقى واضح ان ده كان ريسنت اوبستراكشن. تمام. للسيستيك داكت، وعشان كده كانت عامله الديستنشن ده. دي ماي ثيوري، الله اعلم، لكن انا بالنسبه لي انا مش هقعد اكتب الثيوري، انا هكتب ان في سي بي دي ستون وشويه دايلاتيشن او برومينانس للدهامترس. تاني عشان حته السيستيك داكت دي، لان انا عارف ان معظمنا مش متعود يشوفها، لكن مجرد ما نقولها لكم يو سي وات يو نو، هتبداوا تشوفوها. ده هنا طبعا ام ار سي بي، وهذه السيستيك داكت وهي بتفتح مع الكومن هيباتيك علشان يكونوا الكومن بايل. انا جبت الصوره دي ونيمتها على جنبيها علشان اقول لك شبه صوره السونار دي. اه فعلا ادي الكومن هيباتيك وادي السيستيك داكت، ساعات بتمشي بارلل كورس، فممكن نشوفها مش مجرد بتفتح كده على جنب ولا حاجه. وادي الكومن بايل زي العيان بتاعنا ده، ادي السيستيك داكت او العيانه يعني. تمام. وادي الكومن هيباتيك، وادي الكومن بايل داكت اللي فيها ستون ومعاها شويه دايليتد او برومينت دايمتر، قيس وشوف سن العيانه ومعاها ديستندد جول بلادر. طيب وات از نيكست؟ انت قايل لنا لو في دايليتيشن انترا واكسترا هيباتيك اكوردنج للبروتوكول اللي انا هوريه لكم دلوقتي، نعمل ايه؟ نون انفيزيف ثم الانفيزيف، يعني ام ار سي بي ثم بعد كده لو احتاجنا اي ار سي بي، الا اذا جبت السبب بتاع الاوبستراكشن. انت جايب بالفعل السبب بتاع الاوبستراكشن؟ ايوه، بس العيان لسه مش جوندس، العيان ده هيبقى جوندس والدايلاتيشن ده هيزيد كمان يوم ولا يومين، ده يمكن من فضل ربنا ان احنا جبناه كده في اوله خالص. لسه هيحصل بقى شويه النيورال إديمة وهيحصل شويه الاستيزس، ولو العيان استحمل على نفسه او اتاخر على الدكتور 3 4 ايام الاستيزس بانفكشن كولانجيتس، يا نهار ابيض. فانت مجرد ما الايد دي العيان ده عايز يتعالج مباشره، طالما انت متاكد انها ستون واحده مش مالتيبل ستونز، لان فعلا في تابرنج اند بعديها. خلاص على كده، فدي كده فور اي ار سي بي ويعمل لها ريموفال وخلاص على كده الدنيا هتتحل. طبعا البروتوكول ده احنا رفعناه قبل كده، اللي هي لو لقيت دايليتد بايل داكتس تعمل ايه؟ شوف هل في ستون وانت متاكد، خلاص على كده اي ار سي بي، يعني الطريق بتاعك معروف فور كذا. طيب لو ما لقيتش تكمل بقى سسبكتد ستون، او لقيت ستون لكنها موبايل يعني ممكن يكون في ستون ثانيه، يبقى ام ار سي بي. ابدا دايما بالنون انفيزيف قبل الانفيزيف لو انت بتدور على دياجنوستيك مش ثيرابيوتيك. طبعا لو سسبكتد ماس او
الكلام ده قلناه قبل كده، وده هتلاقوه مشروح في المحاضره الالترا ساوند رول في البيلياري اوبستراكشن ورك اب. يبقى الحاله بتاعتنا سي بي دي ستون، شكلها لسه معديه من السيستيك داكت قريب، ونعمل لها ايه؟ اي ار سي بي فور ريموفال. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.